Voici une chanson, Heidi أغنية جزائرية طبعا من مطرب اسمه سليم الهلالي الله يرحمه ورحمة الله عليه وتحديدا من الجزائر من سوق هراس. لازم نصحح معلوماتنا في إحدى البرامج شفت واحدة أكيد المغرب العربي كله لكن أغنية جزائرية. جزائرية وموال جزائري لسليم الهلالي تحديدا من سوق أهراس لكن غنى تونسي وغنى مغربي لكن جزائرية 100% كانت معكم فلة ما راح نطق اسم البرنامج لكن فيه أحد طلع وقال هذه أغنية من لا هذه أغنية جزائرية تحياتي فلة بحبكم.